أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن يحج المسلم تبرعا من مال غيره مع قدرته المالية على دفع المال اللازم للحج؟ الجواز يجوز، لكن كونه يبي يتورع ويقول أبي الأجر لي وبنفق من مالي، هذا ما في شك أحسن. إذا أنفق من ماله وحج من ماله هذا أحسن، وإن قبل التبرع فهذا جائز. نعم.